تحياتي لكم. كيف يمكننا تنشيط العصب الحائر؟ العصب الحائر او الفيغاس نيرف اللي هو ببلش من قاع الدماغ من منطقة الجمجمة، بيجي على منطقة الرقبة من المنطقة الامامية، وبيغذي الرئتين والاعضاء الداخلية والقولون والقلب والمعدة بشكل تحفيزي تخفيف حدة التهيج هذا اللي بيكون ناتج عن جهاز السمبثاوي او الجهاز العصبي المركزي. فهو بيهدي، يعني بينزل طاقات القلب وبينزل سرعة التنفس، بخفف من حركة القولون العصبي. كيف بدنا نحفز هذا العصب؟ بنحفز هذا العصب اول شيء عن طريق وضع المياه الباردة على الوجه، على الرقبة، على الإيدين، أو الاستحمام بالمياه الباردة، أو وضع الرجلين في المياه الباردة. هذا بيحفز